بسم الله قبل كل ابتداء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. يا رب هب لنا نعيما من الإيمان، وعافية في الأبدان، ورضا الرحمن، ونسألك يا ربنا المنزلة الأعلى من الجنان. يا رب لك في الفؤاد محبة ومهابة، فاجعل بحبك يا رب يستضيء كياني. يا ربي ما لي سواك ألوذ ببابه من عالم الأهواء والشيطان. يا ربي توجهت بوجهي إلى كل أبواب هنا، فأتيت ببابك طالب الغفران. يا ربي إني قد أتيت إليك تائبا، فاقبل برحمتك توبة ندمان. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الورى وإمام الرضا وسراج النجا. اللهم صلي وسلم وبارك على أعظم من لبى وخير من دعا وأعبد من صلى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على مسك الختام، منارة الأعلام، وصادق الأقوال، وكافل الأيتام. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد الذي يرى من خلفه مثل الأمام، والذي أوتي جوامع الكلام، وبحكمته فاقت العقول والأفهام. نبئوني عن الموت وشدته، ونبئوني عن القبر وظلمته، نبئوني عن العرش وحملته، نبئوني عن النار وعذابها، ونبئوني عن الجنة ونعيمها. نبئوني عن محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته، نبئوني عن محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة الحضور، طبتم جميعا وطاب ممشاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جئنا هنا بدعوة كريمة من معالي الدكتور إبراهيم الدريدي، حيث الأمسية الدينية والتي تقام على روح معالي الدكتور السيد أحمد عبد العاطي، حيث ولد الدكتور السيد أحمد عبد العاطي بقرية صدقة يوم 15 من شهر يناير من عام 1987 من الميلاد، وتوفي يوم الاثنين يوم 20 من شهر فبراير لعام 2023 من الميلاد، حيث التحق معالي الدكتور السيد أحمد عبد العاطي بالتعليم الأزهري، فدرس بالتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، وحفظ القرآن الكريم كاملا، ثم التحق بكلية الطب جامعة الأزهر الشريف، فكان رحيما بأهله، وكان طيب الخلق، وعاش طيبا ومات طيبا، سائلين المولى عز وجل أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة. آمين آمين يا رب العالمين. كما أشكر صاحب هذه الدعوة الكريمة
معالي الدكتور إبراهيم الدريدي، حيث تتضمن هذه الأمسية الدينية والتي تقام على روح الدكتور السيد أحمد عبد العاطي تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون، وكلمة لفضيلة الشيخ محمد عاطف كبير أئمة أوقاف الأقالية وابتهالات دينية ومدائح نبوية، لفضيلة الشيخ المبتهل شعبان عبد الجيد المبتهل في الإذاعة والتلفزيون. كما أشكر باسمكم جميعا المهندس محمد الشرباجي والمهندس أحمد الجعبري، سائلين المولى عز وجل القبول والتوفيق. نستمع الآن إلى القرآن الكريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدقت سيدي يا رسول الله، هيا بنا نلتف حول مأدبة الله في أرضه القرآن الكريم. نستمع الآن إلى علم من أعلام التلاوة بمصر وسفير من سفراء دولة التلاوة وقارئ الإذاعات الخارجية، ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير القارئ في الإذاعة والتلفزيون العربي، سائلين المولى عز وجل له القبول والتوفيق. فليتفضل صاحب الفضيلة مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به
ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله ما لم تكن تعلم ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوا وما يضلونك من وما يضرونك من شيء وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما لا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة لا إلا من أمر بصدقة لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة إلا من أمر بصدقة.
صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.
يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله لعنه الله لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم
أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات وعملوا الصالحات سندخلهم جنات.
ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ممن أسلم وجهه واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ومن أحسن دينا I
خليلا. واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء. وكان الله بكل شيء محيطا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. يا ربي أكرم بقوم قد أكرموا القرآن فقد وهبوا له الأرواح والأبدان. قوم قد اختار الإله قلوبهم فصار بهدي القرآن بستانا. حروف النور بين شفاههم ليكون لنا فيض بيانا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا وإياكم خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة العطرة التي تلاك علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البصير القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون. ما زلنا نواصل فقرات هذه الأمسية الدينية والتي تقام على روح الدكتور السيد أحمد عبد العاطي.